النهاردة أولا إحنا عندنا لقاء هام، لأن جزء من المكتبة، جزء هام جدا من المكتبة، وقد يقول البعض أهم جزء في المكتبة، هو المكتبة، مكتبات اللي احنا المؤسسة كلها بتستمد اسمها منه. وان عدد كبير منا يمكن ما يعرفش كل المنجزات اللي تمت في قسم المكتبات او في قطاع المكتبات في الفترة الاخيرة. فكان في رغبة ان احنا نعرفكم جميعا ببعض هذه الانجازات، وهي انجازات كثيرة جدا، وحترك المسؤولين عنها انهم يقدموها لانها فعلا تستحق التقريز، وهي مدعاة للفخر لنا جميعا ان يبقى في مؤسسة مكتبية في الاسكندرية على هذا المستوى العالمي من العمل. كلكم سمعتم جزء زي 500,000 كتاب الهدية من فرنسا، إنما اللي ما تعرفهوش هو العمل الدؤوب، العمل المضني، العمل اللي ما بيبانش آثاره في المدى القريب، ولكنه هو العمل الأساسي اللي بيبني الثقافة وبيبني المجتمعات. يعني هديكم مثل واحد من أمثلة كثيرة هتسمعوها النهاردة. بنعتد احنا في الثقافة العربية باللغة العربية، وبندعي ان الشعر موسيقى العرب، وان الثقافة تنتقل باللغة وإلى آخره. ومن الغريب ان بالرغم من هذا ما فيش في الميتين سنة 300 سنة اللي فاتوا اللي حصل فيها محاولات كثيرة للكتابة، ما فيش حد وضع قواعد الكتابة العلمية. يعني العالم كله في مانيوالز اوف ستايل، الشيكاغو مانيوال اوف ستايل والسترانك اند فوجنالز والاكسفورد وكيمبريدج وغيره وغيره وغيره، اللي يقول لك مثلا لما بتاخد سايتيشن من كتاب معين تكتبها ازاي، تحط اسم المؤلف الاول، هتحط اسم المؤلف بالكامل ولا تحط الاسم الثاني ثم فصله ثم الاسم الاول، بتحط اسم الكتاب، تحط اسم المدينه ولا اسم الناشر الاول الى اخره. كل هذه الاتفاقيات اللي بتوحد طريقة العرض وتؤكد ان المادة العلمية مؤصلة وفيها الجذور بتاعتها اللي تسمح لأي واحد انه يقدر يقيمها. ازاي ان في اللغة العربية مفيش حاجة زي كده اتعملت في الـ200 سنة اللي فاتوا، اتعمل في قطاع مكتبات مكتبة اسكندرية وغير ذلك الكثير الكثير. فالنهاردة العرض بتاعنا، المحاضرة بتاعتنا هتبقى عن قطاع المكتبات وما أنجزه قطاع المكتبات في مكتبة اسكندرية، لأنه مدعاة للفخر لنا جميعا. الجزء الثاني هو إن دائما بنمر في فترات بتبقى ساعات فترات صعبة في حياة المؤسسات، ولكنها فترات لا مفر منها، وهي فترات حيث تتغير القيادات. الدكتورة سهير وسطوي اللي تفضلت وقبلت أن تكون رئيسة قطاع المكتبات في المكتبة تقريبا منذ 6 سنوات دلوقتي، يعني ستكمل 6 سنوات كمان شهرين، فجت اخذ العقد الاول وجدد العقد الثاني، هتترك المكتبه للعوده للولايات المتحده لاسباب شخصيه. ولكن الحقيقه يعني لها ان تفخر
ولنا جميعا أن نشكر لها ما أنجزت في هذه الفترة في إعادة هيكلة قطاع المكتبات، في تدريب المكتبات والمكتبيين، في تأسيس نظم العمل في هذا القطاع، في تأكيد حضور المكتبة على الساحة الدولية. وفعلا ده إنجاز كبير جدا وإحنا نشكرها على هذا. فالجزء الثاني من لقائنا النهاردة هو أن إحنا نحيي الدكتورة سهير وسطوي ونتمنى لها استمرار النجاح والسعادة في السنين اللي جاية في حياتها الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرتها هناك. فمن ناحية هو تعريف لكم بإنجازات ضخمة جدا، أنا متأكد أن أغلب الحاضرين ما عرفوش عنها كفاية، وجزء تاني هو شكر وعرفان وتقدير لشخصية فذة اللي هي الدكتورة سهير وسطوي. فأنا الأول هطلب أن قبل ما نبدأ أن الدكتورة سهير تقف وأن نحييها جميعا. وبعدين بعد ما نخلص الجلسة دي هنفتتح آخر إنجازات قطاع المكتبات وهو مكتبة الخرائط. مكتبة الخرائط البيفور هنفتتحها الساعة 12:30 النهاردة، وده آخر إنجازات وأجدها. وإن كنت أنا عندي ثقة إن ما هوش الإنجاز الأخير، لأن سهير ما شاء الله دربت قيادات في قطاع المكتبات. يعني أنا عندي ثقة كاملة في قدرتهم إنهم يكملوا المسيرة اللي بدأوها مع الدكتورة سهير. فالآن أنا يشرفني ويسعدني إن أدعو إلى المنصة الدكتورة سهير وسطوي. تفضل يا دكتورة سهير. صباح الخير وشكرا لوجودكم النهارده، انا عارفه ان هو بدري بس طبعا اديني فرصه سريعه ان انا اتكلم معاكم عن بعض الانجازات لقطاع المكتبات. وهقولها مش بترتيب شامل ومش بشموليه لكل ما عملناه في قطاع المكتبات، لان بالطبع ده هياخد وقت كتير، والمده زي ما قلنا 6 سنين ده عمر بحاله في تاسيس مكتبه، خاصه مكتبه كبيره زي مكتبه اسكندريه. عموما كل مؤسسة ليها اتجاهات معينة، والاتجاهات دي بتكون متحددة بطريقة أو أخرى، أو بتحدد سواء كان منحدد عن طريق الأهداف اللي بتحددها المؤسسة لنفسها اللي هي عايزة بتوصل لها، أو سواء كان من القيادة داخل المؤسسة أو بالقيادة بالاشتراك مع قيادة زي مثلا مجلس الأمناء. الدايركشنز بتاعنا او ازاي ان احنا خدنا هذا الاتجاه جه من حاجتين. اول حاجه فيهم اللي هي الجولز او الاوبجكتيفز بتاعت مكتبه اسكندريه، وكلكم عارفينها. دول الستة اللي خاصة، هم 8 عموما، لكن الستة دول من أكتر الأهداف اللي بتعنينا في قطاع المكتبات. احنا كان عندنا حاجتين هم اللي guiding us through the process بتاع ان احنا نطور ونؤسس قطاع المكتبات. الحاجة التانية كانت الدايركتورز مانديت. دكتور اسماعيل سرجتين يعني اصدر تشالنج لينا من سنتين ان احنا نكون فيرست اور سكند ريجونال على مستوى الريجون، سواء كان دول الشرق الاوسط او نكون من ال10 في العالم.
علشان نحقق هذه الأهداف كان طبعا لازم حاجات كتيرة، بس علشان الاستراكشر أو الانفراستراكشر بتاع المكتبات البنية التحتية تكون سليمة، كنا في understanding معين لازم كلنا نكون عندنا. الunderstanding ده بسيط جدا وسهل، وكل المكتبيين إن حتى لو يمكن ما يقدرش يقول لك رانجسان لو وهو 1 2 3 4 5، لكن كل نقطة من هذه النقاط معروفة، إن كل كتاب ليه إن الكتب أو الدوريات للاستعمال وليس للزينة أو للتفاخر، إن كل كتاب ليه القارئ بتاعه وكل قارئ ليه الكتاب، وإن أهم حاجة من الحاجات في المؤسسات الخدمية إن احنا نوفر التايم بتاع الريدر، وإن المكتبة عمرها ما بتكون شيء استاتيك، ما بنعملش الحاجة مرة وبتفضل على طول، إن هي growing organism زي أي كائن حي بتنمو يوميا. علشان نحن نعمل حاجة زي كده حاولنا ان احنا نبتدي بالبيسكس، ان احنا نحط كل حاجة في مكانها عشان يسهل على القارئ ان هو يلاقي الماتيريال اللي هو محتاجها. ده كان اول مشروع تقريبا لينا في المكتبة، ان احنا نعيد ترفيف كل الكتب او الدوريات اللي موجودة داخل المكتبة بحيث ان احنا نقدر نلاقي الحاجة في مكانها البسيط. بعد كده ابتدينا نعمل بناء للمجموعات المكتبية أو كل الأشياء اللي بيستخدمها اليوزرز اللي بيجي المكتبة، ودول إن الأشكال متعددة، الأشكال اللي بتحتوي عليها المكتبة سواء كانت في صورة كتاب أو صورة وسائط سمعية وبصرية أو خرائط أو مجلات أو جرائد أو مجموعة رقمية، دي هي المجموعات اللي إحنا بنحاول إن إحنا ننميها بحيث إن هي to meet the need بتاع اليوزر اللي بيجي لنا. المجموعات دي في كل انواع العلوم وفي كل انواع الاداب والفنون، ودي جزء من المجموعات الجديده اللي احنا عندنا في مكتبه الفنون والوسائط المتعدده. طبعا ده كله بيزود الخدمات المكتبيه وبيزود عدد الجمهور اللي بيجي، بتعم الاستفاده اكتر، وده اللي احنا كنا طالبينه في الاول، ان احنا نخلي عدد مدينه زي مدينه الاسكندريه ما فيهاش مكتبه عامه لفتره طويله، ان احنا نعود الجمهور ان هو يجي. ده شيء بياخد ثقه، بياخد تنميه مقتنيات، بياخد اداره، بياخد خدمات جديدة. والحمد لله احنا وصلنا لغاية 750 ألف فيزيت السنة اللي فاتت، فده عدد الزيارات اللي بيجيها، عدد المشاركين في المكتبة بيزيد باستمرار. بالنسبة للمجموعات الرقمية احنا وصلنا النهاردة اننا عندنا 54 ألف دورية إلكترونية. ال 54 ألف دورية إلكترونية جزء منهم ماجازينز، لكن المعظم بتاعهم دوريات علمية محققة، ودي شيء مهم ان هي تكون محققة عشان نقدر نسهل دراسة العلوم في المنطقة. عندنا غير الكتب المرقمنة داخل المكتبة، بالإضافة إلى ذلك عندنا 64 ألف كتاب رقمي معظمهم علمي وموجودين باللغة الإنجليزية والفرنسية. كل محتويات المكتبة إن شاء الله بعد أسبوعين هتكون كلها عن طريق Federated Search Engine، إن احنا نقدر including the print collection إن احنا نبحثهم في نفس الوقت. جزء من المقتنيات اللي عندنا ان احنا بنجيب حاجه اسمها ساينس كيتس، تعتبر العاب علميه، التدريب على العلوم بيحتاج ان الواحد يعملها مش بس يحفظ حقائق، وبالتالي الجزء من المقتنيات اللي عندنا في مكتبه الطفل والنشء بيحتوي على هذه الساينس كيتس، وطبعا كل انواع الوسائط المتعدده سواء كان ده سي ديز او دي في ديز او غيره. الماب كولكشن هي اجدد كولكشن، والحمد لله تقريبا وصلت الى 7000 خريطه. احنا بقالنا 3 سنين بنحاول ان احنا نديفلوب الماب كولكشن، وكانت من الحاجات اللي بالنسبه لي كانت مذهله ان عدد القليل من الخرائط اللي كان عندنا كان بيستخدم بشكل قوي جدا، لدرجه ان معظم الخرائط ابتدت تتقطع لان هي معموله اساسا على ورق خفيف. فالحقيقه لما بنقول بنتكلم على رنج
بنجسان لوز اللي هم الفايف لوز بتوع المكتبات، وبنقول ان لازم الواحد يشوف اليوزرز نيد ومحتاجين ايه. كان واضح من الاحتياجات القويه ان تكون عندنا ماب كولكشن. هي الماب كولكشن او الخرائط احنا مش عاملينها لا عياء ولا علشان كل المكتبات بيبقى فيها ماب كولكشن، دي فعلا نبعت اوت من نيد موجوده عند قراء المكتبه، والحمد لله ان احنا قدرنا ناسسها ونبتدي ولقينا مكان داخل المكتبه في البي 4 ان احنا نقدر نضع هذه المكتبه وتستخدم ان شاء الله بالقراء بطريقه اكبر وافضل. ان شاء الله الافتتاح بعد الجلسه. من المجموعات اللي احنا بنحاول نطورها اللي هي المجموعات الإيداعية، والمجموعات الإيداع دي بتبقى مجموعات بتنشرها المؤسسات الدولية أو الحكومية، ومكتبة اسكندرية هي مكتبة إيداع لعدد كبير من المنظمات سواء كان الأمم المتحدة أو الفاو أو البنك الدولي أو مركز الوزراء، وبتتم هذه المنشورات هذه المطبوعات ممكن تشترى لكن في أغلب الأوقات ما بتكونش موجودة للشراء، وبتتم عملية الإيداع عن طريق اتفاقيات بتوقعها المكتبة مع عدد من هذه الهيئات، في صورة كان مع مسؤولين البنك الدولي في القاهرة ومع مجد عثمان في مركز عمل القرار واليو اس اي اي دي، وبنكون هذه المجموعات بتحتوي على كثير من المعلومات والإحصائيات اللي بيطلبها الجمهور. طبعا آخر كولكشن كبيرة اللي هي وصلت لنا 500,000 كتاب، وموجودين حاليا معظمهم بيتم عملية الفهرسة والتصنيف، حوالي أكثر من 3,000 كتاب حصل يوم الفهرسة، وإن شاء الله نحاول نحن نخلصهم في أسرع وقت ممكن. طبعا الكولكشن كبيرة قوي، 500,000 كتاب، وتقوم في عبارة عن 14 كونتينر، كل كونتينر كان عبارة عن 20 قدم، والحقيقة شباب المكتبات ربنا يديهم الصحة هم أكتر ناس عملوا في الموضوع ده، ان هم حولوا كل ال 500,000 كتاب الى الستورج في البي 3 والبي 4، وفكوا كل الصناديق ووضعت على الشلف، والحقيقه افتتحتها السيده سوزان مبارك في الوقت اللي كان في اجتماع مجلس الامناء مع عدد كبير من الشخصيات الهامه. طيب احنا لو احنا اتكلمنا عن المجموعات بنتكلم على القراء او عن انواع الناس اللي بتجيلنا. احنا الحقيقه بنخدم كل الاشخاص من كل طبقات المجتمع وكل الفئات العمريه المختلفه. لو بنتكلم على الاطفال الحقيقه في شغل كتير اتعمل للاطفال، دي كانت المكتبه في اوائل عمرها كانت هي الجزء ده فقط. المكتبه طبعا كبرت تضاعفت ثلاث اضعاف، وزودنا جزء كبير في المكتبة. السنة اللي فاتت جالنا 7,000 طفل في البرنامج الصيفي، وافتتاح التجديد أو التزويد على المكتبة افتتحته السيدة سوزان مبارك مع الدكتور سراج الدين، والنهاردة المكتبة مليئة بالأطفال خاصة في فصول الصيف. ولغاية دلوقتي عندنا اكشولي مشكلة ان احنا برضو بعد كده لسه ما عندناش سعة ان احنا نستضيف كل الأطفال، بس الأهم ان احنا استضافتهم وان هم يلاقوا مواد يقدروا يتعلموا منها على الرفوف او على الكمبيوتر، ان احنا نعلمهم او ما بنسميه المهارات المعلوماتيه او محو الاميه المعلوماتيه، وان احنا ندور على المعلومه ده شيء ليه استراتيجي معينه مش هابهازرد. حقيقي احنا كتير بندخل على جوجل ونكتب كلمه معينه، الفرق بين ان الواحد يكون عارف استراتيجي يكتب بيها يدور بيها على المعلومه وان هو يكتب اي كلمه، فرق قوي جدا في عمليه الاسترجاع. نعلمهم ازاي ان هم يعملوا ريسيرش وازاي ان هم يستخدموا قواعد البيانات، وكثير من الانشطه بتدور حوالين القراءه حوالين المعلومات العامه، سواء كانت ازاي ان هم يعرفوا يقروا الخريطه او يعرفوا مواقع بعض الدول او ان هم يعملوا بعض المهارات سواء كانت المهارات دي يدويه ان هم يعملوا يرسموا على الخشب او يرسموا باي انواع الرسوم. نفس الشيء حصل بالنسبه لمكتبه النشء،
وفي مكتبة الناشئ برضو كانت المكتبة كايند اوف اللي رغم فيها ألوان في الصورة دي بنقول عليها ستيرل. فالحقيقة اتغيرت المكتبة إلى مكان مليء بالألوان وبالزينة بتأتراكت أو بتجذب الشباب. اتعمل أكتر من ركن، ركن لسماع الموسيقى، ركن للألعاب، كراسي مش بس لازم الشخص يقعد على ترابيزة بكرسي كده، لكن في كراسي مريحة. فزودنا أو غيرنا الترابيزات بحيث إن هي تاخد عدد أكبر من الأشخاص. والحقيقة كملنا برضو بنفس الأسلوب إن احنا نعلم القراء الصغار إزاي إن هم يدوروا على المعلومة بطريقة بسيطة. نوع آخر من القراء اللي بيجي لنا في مكتبة اسكندرية واحنا فخورين بيهم جدا اللي هم المكفوفين وضعاف البصر. وبرضو في نفس الوقت احنا نقلنا المكتبة من البي 3 علشان يكون في ايزي اكسس لو في حالة اي خطر ان هم يقدروا يطلعوا من الانترنس ليفل مباشرة على الباب الخارجي. وافتتحت السيدة سوزان مبارك برضو التوسعة اللي حصلت في مكتبة طه حسين. والمكتبة النهاردة فيها عدد كبير من أجهزة عملنا على إضافتها عن طريق بعض الجرانتس. والحقيقة هي مجهزة، مفيش مكتبة في جمهورية مصر العربية مجهزة بكمية الأجهزة أو السوفت وير اللي موجود علشان تعليم القراء. بس الأهم إن احنا مش بس في التعليم، إن احنا كمان بالنسبة لحالات المكفوفين أو الناس اللي عندهم سبيشال نيدز أو إعاقة معينة، إن احنا بنلفت نظر الجميع إلى هؤلاء الأشخاص. ومن أهم الأشياء اللي احنا عملناها كان البريد اللي اتعمل على الكورنيش في يوم العصا البيضاء، وهي العصا اللي بيستعملها المكفوفين في الوصول إلى طريقهم. وكان في عندنا في البريد حوالي 1000 شخص، وعدد كبير اتغطى في اعلاميا، وعدد كبير من اهل الاسكندريه شاهدوه. طبعا احنا وقفنا ترافيك على الكورنيش اهم حاجه. ف من الحاجات الجديده الثانيه اللي احنا بنحاول نعملها للمكفوفين ان الكتاب الرقمي المسموع، ودي نوع جديد من انواع التكنولوجيا، ليس هو النوع القديم لما بنتكلم على تيب، لكن الكتاب الرقمي. مجموعه ثانيه لا تخدم في اي من مكتبات مصر هي المجموعه المعاقه ذهنيا، وهي مجموعه الحقيقه بتيجي عن طريق ان احنا بنحاول ان احنا اتراك لهم للمكتبه من مدارسهم ومن اماكن معينه. وعندنا المجموعه المعاقين ذهنيا بيجوا مكتبه الطفل. والحقيقه احنا عندنا متخصص في هذا العلم وعمليه الدراسه والتدريس لهؤلاء الاشخاص، وبنعمل لهم سوشيال انكلوجن او ان احنا بننكلود زي ندخلهم في كل الانشطه اللي مع الاطفال الاصحاء، سواء كان في اشياء فنيه أو في المباريات الرياضية أو مباريات رياضية في اليوم الرياضة وغيره من الأنشطة. وطبعا لا ننسى من هؤلاء الأشخاص الناس اللي هم ما لهمش حظ من التوفر العائلة. وفي يوم اليتيم العالمي أو يوم اليتيم العربي بنعمل في كل أبريل بنجيب الأطفال الأيتام من دور الأيتام ومن المدارس، وبيجوا الحقيقة في عدد كبير وبيتمتعوا بالأنشطة اللي احنا بنعملها. السنة دي عملنا لهم نشاط كبير في حديقة أنتونياديس. الخدمات العامة اللي بتقدم لأنواع الجمهور متعددة، فمش هقدر أذكرها كلها، لكن حاجة من الحاجات اللي عدد كبير منكم شارك فيها اللي هي البيج ريد. وزعنا عدد آلاف من الكتب مجانا، ودي كتب من الأدب الأمريكي مترجمة إلى العربية. وعدد كبير من الناس اللي اشتركت في الأنشطة لم تقرأ أي شيء عن الأدب الأمريكي. لما بنتكلم على إن مكتبة اسكندرية مكان لتعدد الثقافات وفهم الثقافات الأخرى أو نافذة
نافذه مصر على العالم، ده جزء من هذه النافذه ان احنا نشارك معهم هذه الثقافه المختلفه. ما ناخدش كل ما يصدر عن طريق الاعلام. وقامت عدد كبير من المناقشات، وحضر هؤلاء الشباب الصغير والكبار الى المكتبه، واستضفنا عن طريق الفيديو سيناتور كيس أليسون، وهو سيناتور امريكي اسود ومسلم، وهو الحقيقي اتكلم على الكتاب To Kill a Mockingbird او تقتل طائرا بريئا. الشباب اللي كان involved في المسابقات البيج ريد او القراءة الكبرى، عملوا مجهود ضخم، منها التمثيل او ان هم يعملوا يؤلفوا مسرحيات، واشتركوا في مسابقات الحقيقة الرسمة جميلة جدا، دي اللي فازت بالجائزة الثانية، ودي الرسمة الاولى ودي الجائزة الثانية. ده شباب صغير اقل من 15 سنة رسم الرسوم الجميلة دي، الحقيقة معبرة جدا، ودول هما مجموعة الشباب اللي فازوا بالجوائز في القراءة الكبرى. من بعض الأنشطة إن احنا بنشجع القراءة في كل أنواعها، ودي قراءة المسرحية، وبنقوم بعرض مسرح بقراءة مسرحية مجموعة من الأشخاص المهتمين بالمسرح، وبيعلن في كل مرة عن أسماء المسرحية، وتقرأ المسرحيات بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وبيعلن عنها سواء داخل المكتبة أو خارج المكتبة. وبنعمل عدد كبير من الارت ابريشيشن أو الوركشوبس الصغيرة اللي بتضم عدد صغير من الجمهور، نجيب لهم حد يقدر إن هو يتكلم على مثلا في المحاضرة دي عن المعمار أو عن الموسيقى أو عن الفن المصري وغيره، أو مشاهدة الأفلام الجماعية. بعض الأفلام دي بتكون أفلام دوكيومنتري أو أفلام توثيقية عن موضوع معين، وبرنامج مكتبة المالتي ميديا أو الوسائط المتعددة ليها برنامج شهري عارض فيها عدد كبير من الأفلام بتكون متعلقة بسيم معين. بنحاول ان احنا برضو نوصل للناس اللي ما بيقدروش يجوا المكتبة، او بعد ما نوصل لهم بنحاول ان هم يجوا المكتبة باستمرار، وعندنا عدد من المكتبيين بيروح الجامعات المصرية في كل مكان ويتكلم عن مش بس على مكتبة اسكندرية، على المعلومات وعلى أهمية الوصول إلى المعلومات، وإزاي إن هم يقدروا تتاح لهم مكتبة اسكندرية سواء كانت أونلاين أو لما يجوا هنا. وبيجوا يزورونا، عدد كبير من المكتبيين بيحاضر على عدة موضوعات. طبعا التعليم للمكتبين طبعا ده شيء مهم، لازم الانسان في اي وقت يكتسب خبره زائده، مش ينغمس بس في العمل التطبيقي وما يعلمش نفسه. وبتقوم يمكن اسبوعيا عندنا، النهارده احنا كوننا وحده الكونتينيونج ايدوكيشن او وحده التعليم المستمر، والموست اسبوعيا بيجي لنا عدد من في تدريب لبعض المكتبيين. بعد هذه الدورات بتتم عن ان المكتبيين بيعلموا بعضهم، وبعض بنستضيف بيها حد من الخارج، وان اي حد عنده مهاره ما بين الاستاف بيحاولوا ان هم يعلموا الاخرين، وبنشارك هذه الدورات التعليميه دائما. احنا تميزنا في عملية التدريب، وابتدينا نعمل الناس لما بتيجي من كل البلاد العربية ومن الأجنبية بيبقوا عايزين إن هم الناس عندهم يبقوا مدربين بنفس التدريب اللي عندنا، فأنشأنا في برنامج وحدة التعليم المستمر برنامج دولي على التدريب للمكتبيين. احنا بنستضيف فوق 100 مكتبي من العالم العربي والعالم الأوروبي برضو عشان يتدربوا في مكتبة اسكندرية، ودي كانت مجموعة من البحرانيات، 11 بحرانية أو 8 جم علشان يتدربوا في مكتبة اسكندرية. احنا نعمل عدد من كونفرنس ليس ضخم، لكن بنعمله بحيث ان هو يكون مؤثر ويكون الكواليتي بتاعته عالية. وابتدينا بحاجة زي ان احنا استضفنا البري كونفرنس للورلد سامت اوف انفورميشن سوسايتي، واللايف لونج ليرنينج كونفرنس على التعليم مدى الحياة.
مؤتمر بتاع ماذا حدث لمكتبة الإسكندرية القديمة، واللي صدر عنه كتاب عن البروسيدنج وعن محو الأمية المعلوماتية وعلى حرية المعلومات والرأي. ده غير بعض من الكثير من الحاجات اللي بنعملها في الديبوزيتوري لايبرري اللي بتتعلق بدور المؤسسات الدولية زي الأمم المتحدة وغيره والبنك الدولي. عندنا برضو بعض الأنشطة بنعملها على المستوى القومي أو المستوى المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي، واستضفنا السنة دي في نوفمبر اللي فات الأيفل، وهي جمعية تعتني بالمصادر الإلكترونية لدول العالم الثالث، وأسسنا في مكتبة اسكندرية واستضفنا التمثيل الإقليمي لجمعية اتحاد المكتبات العالمي، وده أكبر اتحاد مكتبات في العالم، ومشتركين في حاجات فنية ضخمة مع عدد كبير من المكتبات، ونعتبر من المؤسسين لحاجة اسمها الـ Virtual International Authority File، ومصر هي الدولة العربية الوحيدة اللي موجودة تبع عدد من الدول العالم الأول معظمها. قطاع المكتبات أصدر عدد كبير من المنشورات، جزء كبير منها من وحدة البحوث اللي بتعتني بمكتبة اسكندرية القديمة، وعدد كبير آخر من المنشورات اللي بتتداول للمستخدمين يوميا. علشان نقدر نحقق الاتشيفنج الدايركتورز مانديت والتشالنج اللي اصدروا لينا الدكتور سراج الدين، ان احنا طبعا ادركنا بالممارسه ان احنا محتاجين نعمل سيتنج لستاندرز ما كانتش موجوده في العالم العربي. جزء من الستاندرز ده كان على التدريب او البروفيشنال تريننج البراكتس لمساعدي المكتبات، ان احنا نؤسس عدد من القواعد والبوليسيز، وإن احنا نعمل نشارك بعلمنا أو نشارك بالعلم الآخرين باللغة العربية ما يصدره العالم المتمدن في علم المكتبات، ونسهل للعالم العربي تطوير عملية المكتبات عن طريق التعلم عن الآخرين. حاجة من الحاجات اللي هي فنية جدا في المكتبات اللي هي بنسميهم الأدوات البيبليوغرافية، ودي بيبقى برضو هيبقى لينا السبق فيها، إن احنا بنترجم تصنيف ديوي العشري، وبنعمل لأول مرة إكسبانشن أو توسيع لعمل للأجزاء اللي هي ده على مستوى العالم، وهينزل في كل اللغات اللي بينزل بيها تصنيف ديوي، سواء بالنسبة للإسلام أو التاريخ الإسلامي أو الأرثوذكس كريستيانيتي. إن احنا طورنا أو زودنا حاجة اللي بنسميها التحقيق للأسماء العربية، عندنا 36,000 اسم قديم محقق، وإن احنا بنعمل ترانسليشن لبعض الستاندرد بتستعمل في المكتبات. دكتور سراج الدين منشند إن مفيش أن عمر ما اتعمل فعلا مانيوال اوف ستايل يسهل للباحثين بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه ازاي ان هم يعملوا سايتيشن وازاي ان هم يكتبوا بيبليوغرافي، والحقيقة الكتاب على وشك الصدور، ده شكله وده اول مانيوال اوف ستايل، ولينا الشرف زي ما كل المؤسسات الكبيرة سواء هارفارد او يونيفرسيتي اوف شيكاغو ان هم عملوا الستايل بتاعهم. النهاردة الستايل بتاعنا اسمه البي اي مانيوال اوف ستايل، والبي اي مانيوال ستايل بيصدر بالثلاث لغات مع بعض اللي هم بيستخدمهم الجمهور العربي، العربية والإنجليزية والفرنسية، ويكون مكون من ثلاث أجزاء، ده أول جزء اللي هو يطلع منه. حاجة من الحاجات اللي ما اتعملتش قبل كده وبرضو بتحقيق للمنديت أو التشالنج اللي أصدره الدكتور سراج الدين، إن احنا نكون فعلا مكان للنتوركينج. طبعا في عدد كبير من مكتبيين لا يجيد الإنجليزية في خلال العالم العربي، وإحنا لأول مرة من سنة 27 منذ أسست جمعية الإفلة إن النهاردة بنعمل ترجمة للميجور سيشنز في المؤتمر، داخل المؤتمر في فريق ترجمة بيطلع من إسكندرية يترجم هذه فعاليات المؤتمرات، وصدرت الإفلة لأول مرة باللغة العربية، ومنذ ذلك الوقت في السنتين اللي فاتوا بتصدر باللغة العربية.
ان احنا نحدث تشينج في العمليه الفنيه للمكتبات واداره المكتبات بطريقه فنيه، بيجي عن طريق thoughtful process، ان احنا الواحد بيفكر حقيقي هو الجمهور محتاج ايه، ايه هي النيد، ايه هي الشيء اللي احنا بنحتاج ان احنا نعرضه، وان هذا الابروتش لازم نكون احنا فاهمينه شخصيا كويس، وان احنا لما نيجي نعمل ابلكيشن او تطبيق ان هذا التطبيق يبقى سيستماتيك، مش النهارده نعمل حاجه وبكره نعمل حاجه ثانيه، وهذه ان وجود سيستماتيك ابروتش في الطريقه اللي بنقدم بيها الخدمات، سواء خدمات المرجعيه او الخدمات البحثيه او خدمات الاطفال وكل الكبار والشباب، ان هي جزء ان هي هذه الخدمات سيستماتيك، ده اللي بيحقق جزء من التشينج وجزء من النجاح، ان احنا بنرسبوند للنيد. مش معقوله ان تكون احنا هيئه خدميه او مؤسسه خدميه ونشوف ان الجمهور محتاج شيء وما نقدرش نقدمه، هذا الريسبونس، لان اذا ما استجبناش استجابه سريعه لرغبه الجمهور هيروح في مكان تاني، وده طبعا شيء احنا مش بنطلبه. ان احنا بنشجع الكرياتيفيتي سواء ده بين الستاف في المكتبه او لليوزرز اللي هم بيجوا، القراء اللي بيجوا لنا، وان دايما لازم نمنتين سنس اوف انرجي ارجنسي، دي شيء مهم. وان فايند ليميتس باي بوشينج ذيم، عمرنا ما هنلاقي نقول لا والله ده كل اللي اقدر عليه. People لازم يبوش themselves زي ما بنشوف الرانرز في الماراثونز وبيبوش themselves بكل قدرة عندهم. طبعا pushing oneself is not ان هو يروح يقول بدل السرعة ما هي 15 يحط زيرو بقت 50، طبعا هذا الخداع لا يمكن ان هو يليق. وفي نفس الوقت ان احنا نتأمل في الأشياء فترة طويلة علشان احنا نشوف maintaining a sense of urgency is a very important thing في إدارة المكتبات الخدمية، وإن علشان الخدمة المكتبية وعشان الخدمات عموما تبقى شيء صحيح لازم ان هي تكون مبنيه على اساس، وبالتالي طالما هي مبنيه على اساس كل الليرز اللي بتبنى بعد كده بتبقى شيء سليم على اساس واضح. عمري ما كنت هقدر اعمل اي شيء من هذه الاشياء لوحدي، ما فيش اوركسترا ممكن يلعب لمجرد ان في مايسترو، لازم يكون الاوركسترا، والاوركسترا طبعا الكبير في قطاع المكتبات، كل العاملين في قطاع المكتبات حوالي احنا قربنا على 300 شخص، وانا الحقيقه احييهم تحيه شخصيه، انا تمتعت بالعمل معهم وفي نفس الوقت تعلمت منهم، على العكس ان كتير متصورين ان انا في شيء ممكن ان انا اللي بعلمهم، لكن بلا شك ان انا تعلمت من هؤلاء الاشخاص اشياء كثيره جدا، واشكرهم على حبهم وتعاطفهم وتعاونهم. فريق رائع، ولولا ان الفريق متماسك ما كان عمره هيصدر هذه الجولز او يقدر يحققها. بس قبل ما عايزه اقول حاجه، انا عدد كبير لغايه دلوقتي بيجي يسالني كل يوم ما غيرتيش رايك انك مش هتمشي، لغايه النهارده الصبح اكشولي. الاسبوع ده انا سمعت الكلمه دي فوق مش عايزه اقول 20 30 مره، لكن انا هشارك معاكم علشان خاطر تقدروا تتفهموا الدكتور قال لاسباب شخصيه. في سنة 2004 لما جيت لكم هنا كانت دي حفلة الوداع اللي عملتها لي الجامعة اللي أنا كنت موجودة فيها في شيكاغو، وده صورة رئيس الجامعة وده ابني كريم. طبعا ابني كان أقصر مني، واضح يعني أنا عارفة أن أنا قصيرة وكل حاجة، بس ابني أقصر مني في الوقت ده. النهاردة ده صورة ابني، أنا افتقدت زي كل الامهات اللي بيشوفوا اولادهم بيتولوا قدامهم، بقى انا كنت موجوده والنص متر ده طلع لوحده ما اعرفش ازاي، بس يعني انا كنت بروح واجي ابص الاقي في 5 سم هنا و10 سم الزياره اللي بعدها. فالحقيقه اي مس ذات، وانا مش عايزه افتقد اي جزء اكبر من حياه ابني، فطبعا ده السبب ان انا ماشيه. يمكن انا كنت جزء من حياه بعض الاشخاص هير،
لكن من غير شك كلكم كنتوا جزء كبير من حياتي. كانت كل الست سنوات السابقة، وأحب أشكر كل الإدارات اللي تعاونت معاها الحقيقة لغاية آخر يوم امبارح. الباشمهندس طارق والباشمهندس طلعت والمهندسة فاتن معانا كانوا في كل خطوة في مكتبة الخرائط وفي كل التوسعات اللي احنا شفناها، إدارة الإداريين والإدارة المالية وكل الإدارات والمؤتمرات وكل الإدارات الحقيقة ساعدتنا. وهذه الروح بتاعة التعاون هي اللي بتظهر مكتبة اسكندرية إن هي جزء متكامل وليست أجزاء مختلفة. أشكركم شكرا جزيلا على حسن العشرة وحسن الضيافة. الدكتورة زهير مش بس أنجزت ما أنجزت، وأقدر أقول باسمكم جميعا هي كانت جزء كبير من حياتنا جميعا، وستستمر في التواصل معنا وإحنا سنستمر في التواصل معها كذلك. إنما أرادت أيضا أن تترك صدقة جارية زي ما بيقال للمكتبة ولقطاع المكتبات، فتفضلت بإقامة صندوق خاص من بتبرع منها لتدريب المكتبيين مستقبلا. وبدأت الوسطاوي سكولرشيب فند سكولرشيب اهو بشيك من الدكتورة سهير وسطاوي ب5000 جنيه. فاحنا على طول كملناه بشيك ثاني ب5000 جنيه كمان، فبقوا 10000 جنيه كبداية. وبعدين قائمة كبيرة من الناس، دكتورة منى حجاج تبرعت ب1000 جنيه، وقائمة كبيرة من الزملاء تبرعوا من 500 جنيه إلى 5 جنيه، ووصل الرقم الكلي إلى الآن 14446. وأنا كملته عشان يعدي ال 15000 جنيه، يبقى بدايته النهاردة ب 15000 جنيه. فيبدأ صندوق وسطوي لتدريب المكتبيين ب 15000 جنيه، وده هدية من الدكتورة سهير وسطوي إلى مكتبة اسكندرية. وكل اللي عايزين يكرموها يتبرعوا لهذا الصندوق، لأن هذا الصندوق بيحمل اسمها. وزي ما بنتكلم على الفول برايت فيلوز والرودز سكولرز، هنبقى نتكلم على الوسطوي فيلوز في قطاع المكتبات. ف
فأرجو إن اللي يحب يكرم الدكتورة سهير في حاجة يبقى يتبرع لهذا الصندوق، وده بداية الحقيقة لتراث وتجربة مهمة في مؤسسة زي مكتبة اسكندرية. دكتورة سهير الحقيقة يعني موضوع الإسهام بتاعها المتميز جدا في المكتبة ترتب عليه ان مجلس امناء مكتبة اسكندرية زي ما انتم عارفين هو السلطة المهيمنة في المكتبة، اللي بيقر اللوائح، اللي بيقر الميزانية، اللي بيقر كل شيء في المكتبة. فأخذوا قرار خاص باسم الدكتورة سهير وسطوي، وهو تعبير خاص عن شكر المؤسسة ممثلة في كل مجلس الأمناء بالإجماع، بيقول الآتي: إنه حراب الإنجليزي وبالعربي. The Board of Trustees wishes to record its profound appreciation of the enormous contributions of the Chief Librarian Dr. Suhair Wastawi during the past 6 years in building up the BA library sector to the highest professional standards. Her enormous devotion and untiring work was noted and appreciated by all, and the Board of Trustees wishes her every success and happiness in the years ahead. فسجل مجلس الأمناء تقديره العميق للإسهامات الضخمة التي قدمتها الدكتورة سهير وسطوي رئيس قطاع المكتبات خلال الأعوام الستة الماضية، حيث قامت بهيكلة القطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية وفقا لأعلى المعايير المهنية، وعبر الجميع عن تقديرهم لتفانيها وعملها بلا كلل، وأعرب مجلس الأمناء عن تمنياته لها بالنجاح والسعادة في الأعوام القادمة. الصياغة الإنجليزية بتاع دي طبعا بما انها رايحة في بلد الناس اللي بتقرا عربي قليلين، فاحنا حضرنا لها الصياغة الإنجليزية عشان تحطها في مكتبها الجديد، عشان الناس كلها اللي جاية تبقى عارفة ان احنا في انتظار زيارتها من وقت لوقت، ودائما نرحب بها وعايزينها معنا، وان مجلس الامناء مش بس زملائها، ان مجلس الامناء كمان اعرب بالاجماع عن تقديره لمجهوداتها ونشاطاتها وانجازاتها. فشكرا لك دكتورة سهير. مرة أخرى أشكركم جميعا على 6 سنين مليئين بالأحداث، وأرجو إذا كنت زعلت حد فيكم هو يسامحني قبل ما أمشي. وشوية كده الدور الرابع بالذات هو اللي دور المتعب قوي. ومرة تانية أشكر من كل قلبي قطاع المكتبات وبكل أفراده. حقيقة دي مش مجرد إن هم موظفين وأنا مديرة، الحقيقة العدد كبير منهم بقوا أصدقاء وهيفضلوا أصدقاء طول العمر. أتمنى ليهم كل التوفيق، وأتمنى إن تتعاونوا دايما مع قطاع المكتبات، وأشكر ليكم حضوركم النهاردة، وأتمنى أن تشرفونا في مكتبة الخرائط بعد فترة صغيرة. شكرا جزيلا. شكرا جميعا. انا كنت بس اذكر نقدر نودر بس بلغني ان الدعوه لافتتاح مكتبه الخرائط 12:30، مش كده؟ فمش هنقدر نغيرها لان في ناس جايين من بره. فسنلتقي في مكتبه الخرائط الساعه 12:30. وشكرا لكم جميعا لمشاركتكم النهارده في هذا اللقاء.